بعد تدريب وجهد وتعب واصرار هلا وصلنا ان شاء الله لنتيجه انه اغلب المتدربات بيتخرجوا، واللي ما تخرج ان شاء الله بتجد بتجتهد على حالها بتخرج بالمراحل القادمه ان شاء الله. كثير من السوريين تعرفوا على العمل المدني 6 سنوات وشوي. نحن كمجموعات خضنا نفس التجربة، مشينا الطريق خطوة خطوة، اشتغلنا كثير، انجزنا كثير، غلطنا، تعلمنا من أخطائنا وأخطاء غيرنا. شبابنا بسوريا تعلموا يشتغلوا بأصعب الظروف. الناس صارت لما تشوفهم تشوف وجوههم الخير. السيدة سمير إبراهيم واللحمة كلتها القطة، الراجل بقى يتكفى، حط القطة في كفة، القطة طلعت كيلو، واللحمة كانت كيلو. إسعاف الرشيد مديرة مركز موزاييك، اليوم حفلنا بتخريج دورات اللي عندنا، دورات مهنية ودورات تعليمية، دامت الدورات 3 أشهر، في دورات المهنية نسيج خياطة وكوفيرة وتمريض، دورات التعليمية التدريبية دورة الحساب الذهني، أقمنا دورات رفع قدرات، دورات أساسيات المرشدة، دورات مهارات تواصل، ومحاضرات منتديات خلال 3 أشهر، وعندنا بال3 أشهر القادمة إن شاء الله في مستوى ثاني بنوعد الطالبات، مستوى ثاني، مستوى متقدم ومستوى مبتدئ، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. أنا اسمي ولاء شحنة، الحمد لله تعلمت بالخياطة كتير ممتاز الحمد لله رب العالمين، وتعلمت كنت ما أعرف بطو ولا أمسك إبري ولا بطو أعرف شيء، بس الحمد لله تعلمت كتير ممتاز. السيدة اسماء قدامو تقدير جيد، السيدة روان بعكير.